مفهوم الدولة المدنية يكاد يتفق عليه الجميع في مصر وإن اختلفوا في تفسيره، في حين ترفضه تيارات أخرى بالكلية وتطالب بإرساء دولة دينية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتقيم الحدود. وفي محاولة لحسم هذا الجدل طالب الدكتور محمد البرادعي المجلس العسكري الحاكم بوضع مادة في الدستور تحمي الدولة المدنية. مفهوم الدولة المدنية اللي كان يقصده الدكتور محمد البرادعي واللي يقصده يعني تقريبا كل القوى السياسية متفقة عليه، ان المفروض ان ما يبقاش في حد معين او طائفة معينة هي اللي ماسكة الدنيا، وفي ناس تانية ممكن تواجه اي ظلم او اي اضطهاد من اي نوع. فاحنا الدولة الديمقراطية اللي احنا بننادي بيها وان احنا اتعملت عشانها الثورة، المفروض ان كل الناس في مصر ليهم نفس الحقوق نفس الواجبات. انا اتصور ان ما اقترحه الدكتور محمد البرادعي في النص في الدستور الجديد على مدنية الدولة امر مطلوب، حتى لا يكون هناك اي نوع من الحجية للنفاذ بالمادة 2 الخاصة بالحكم بالشريعة بمبادئ الشريعة الإسلامية، تكون من خلالها يتم النفاذ إلى الدولة الدينية. توقيت مطالبة البرادعي يأتي قبل انتخاب البرلمان المنوط به وضع دستور جديد، ذلك البرلمان الذي من غير المستبعد أن يحظى بتمثيل أطراف قد تعرقل تمرير نص دستوري يؤدي إلى دولة مدنية، بعد أن خلى الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية من هذه المادة. عايزين نعيش في سلام كلنا مع بعض، السلفيين، الإخوان، المسيحيين، كل الطوائف اللي في مصر، ما فيش مشكلة إن هم يعيشوا كلنا مع بعض، بس أهم حاجة إن إحنا نتحاور مع بعض. ما ينفعش حد ياخد فكر او فكره ان هاخد الدوله وهروح بيها لدوله دينيه او لازم يبقى في اتفاق من كل طوائف الشعب على حاجه معينه وهي الدوله المدنيه. التعارض ما بين الدوله المدنيه وحقوق الافراد في ممارسه طقوسهم الدينيه هو تعارض جاء به السلفيين بالاساس، على اعتبار ان هم يرون ان مساله تطبيق الحدود، لكن المواطنين بشكل عام أو العامة لا يروا أي نوع من التعارض. انظر على سبيل المثال للتجربة التركية. يأتي هذا الجدل في وقت تسعى البلاد لإجراء حوار وطني للتوافق على شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي بين كافة تياراتها على اختلاف توجهاتهم. المطالبة بدولة مدنية قد يعتبره البعض اتجاها نحو العلمانية بفصل الدين عن كافة مناحي الحياة، وهو خلط غير صحيح في نظر الخبراء، وقد يكون خلطا متعمدا في بعض الأحيان لتحقيق أهداف سياسية. لكن الأهم من هذا وذاك في نظر مراقبين هو إرساء دولة القانون التي تحمي وتنظم حياة جميع الأفراد بلا تمييز على أي أساس. أسامة يوسف، اليوم على الحرة، القاهرة.